نعم صحيح. وله بلا شهوة ولو مكاتبا على النص نظر سيدته، حاضرين، وهما عفيفان ومحرمه خلا ما بين صرة وركبة، حاضرين مسيان. وله يعني بيابي قوله حيث بيابك هي قوله كوا عبده، بيابك هي قوله كوا عبد بيت بوي هيا ببي شهوت نظر سيدته شاول سيدتي خوبك عبدك هي عفتك سيدك هيتي واني أتواني ببي شهوت شاول سيدتي خوبك ببي شهوت حبيبي. أفرمي ولو مكاتبا على النص، حبيبي يعني شيء، يعني هل تن عبدك عبدك مكاتب شويت، حبيبي هل تن عبدك عبدك مكاتب شويت على النص، يعني عبدك و عقد كتابتي لك ما ترى وانيه عفوا هايته لمقابل هناني مقدارك فولو فوق أزال بكريت حبيبي أو عبدي مكاتبة على النص، يعني با عبدك عبدي مكاتبة بشبيت بوي هي شاولة سيدتي خلت كواني وصيان إذا نخوة لا أفهمي وله أي العبد غير المشترك والمبعض مطلقا، حبيبي ولا نظر للمهايات يا للمهايات، حاضري يعني عبدك نابي عبدك مشترك بيت هذا نابي عبدك عبدك مشترك بي. يعني عبدك وشريك لبين دون فرع، يعني عبدك وشريك لبين دون فرع، وهو نابي عبدك عبدك مبعض شوي هذا أنا عبدك وبشيك أزاد بيت بشيك عبد بيت عبدي مبعض بشيك أزاد بشيك شي عبد وانيا وهم عبدي مشترك عبدك وشريك لبين دون فلا وهم عبدي مبعض كلا يكي عبد ولا يكي حرة هد هد كان حكمي بياوي حر يعني هي هد كان حكمي بياوي حر يعني هاي لأن دروزني ساولة السيدة خيامك حبيبي إذن ولا نظر للمهايات يعني شيء يعني تشاول مهاياتك ناكره أوكي تواجب المهايات ناكره مهايات يعني تقسيم منفعة عبدك بحسب أجزاء عبدك يعني بحسب زمان تقسيم منفعة عبد بحسب زمان وانيه يا بحسب أجزاء عبدك أخوي سكبر شباب يجي دبلة مثلا عبدي مبعض وانيا عبدي مبعض خلاك حرة لاك عبد وانيا باب اعتبار أو بشكوى عبدة بتوان تشاو لم سيدتي هو يبقى إن توجب مهايات ناكري أذاني يعني أما قسمتك لما انفعت بقريت أبو عبدك تشاو لك سيدتك يتي وهو اعتبارك ولاك عبدة وانيا إيش شاول المهايات ناكري يعني مهاد يعني شيء يعني تقسيم منفعة عبد بسر أجزاء ثانية وانية يا بحسب يعني بحسب أجزاء وانية أي شيء بحسب أجزاء شو مثلا عبدك مبعضة مثلا أبيني لروجانا بيجي وانية شن ساعات كابو عبدك إنك يا كاس لا إذا كيا كاس شن ساعات ليش كابو خوي أتوانية أو منفعة تقسيم كذا ولا بحشي عبد هاي شاولو مهايات ناكري زاني يعني شاولو بشر ناكري كابيجي حر عبده باو كوبت يعني شاولة سيدتي خويك زاني حال مطلقة أم هنا هن بوه أم درجة بصرعة زاني إيش أكو في عيوج حر شاولي يا كين زاني شنو ما مساوا ده وهما عفيفان عايزه أما كأجن عبدك أتواني شاولة سيدتي خلقك واني ببي شهواته أبي هدو كان عفيف بل هم عبدك عفيف بيت
هانيه عفيف معنى اللغة الأجنبية دارين عفيف وعندنا جناكار نبو سيدك الهواء أو عفرته هذا دارين عفيف عفرته كي دارين عفيف عندي جناوان نبي عايزة أنا عفاز بنا عدالته ها جناكار يتم حكم شركين يعني جديد هذا يعني ايش يعني ام نظره زمان جايز ابو مشرايته ايش جيبونا ايش هذي بي بس عفيف مو ما مسيان شيء يعني عفيف بالذينع هني زينا كان هذا والله جمع كان وياك عفيف بنياني يعني أماك أصلا قلناه كار نون نجهد الجنة حج قلناه هيك هذا حتى غير بيتيش مثلا هذا يبي أهلا فلا أقمي وهما عفيفاني أي عن الزنا هذا يبي أنا عفيف بالنسي للزنا هذا أنا أهل الزنا نون لكن اعتمد شيخنا وانيه كابن حجر أنه لا تتقيد العفة بالزنا بل عن مثل الغيبة أو بل هي أيوة حيث أقول له هنا فاعل غمزة على الجمل وشتاب جنبه هنا أنه لا تتقيد العفة ها جمع فيها أنواية عفة هل بلسينية لا عفة للزنا حيث أن لا تعني تؤم عفة خاصة كيتو بزنا مقيد نابت وخاص نابت زين عفة قال والله شي انا عفت عباره مني لو كهز زنانك هايدا قال والله شتو اشتي وكو غيبتي شلا غريتو هايدا وكو وكو غيبتو شتيش نكا فالمراد بالعفة العدالة هاي بي قال والله زين إذا قال له حاشا فمن بلا شهوة ولا خوف فتنة وانيا كيف تنكر؟ أتواني أم عبدال ساولا هيني خلقا سيدتي خل ببي شهوتو ببي ترسي توجبوني فتنش وانيا توجبوني فتنك فتنك جماعة يا تقبيل مثلا بجين ماس كزنو دسو أو خم دس باز يبان ثاني فتنك أجي ولو كان كافرا وهي مسلمة عليا بي يعني هل سن عبدك إيش كافر بيتو سيدتك إيش مسلماني بيت عليا هل أم عبد بوي هي شاول سيدتي خلقا با عبدك كافريك يبيتو سيدك مسلمانك بيت آفتا مسلمانك هل عبدك أثناء شعيرك مادام عفيف منه مادام بدي شهوته حيث لأن الكافر يتصف بالعدالة بل يكون ثقة حيث شون شخص كافر يجهل أكري عدل به وأكري ثقة في بكريه موثق به حيث شخص كافر يجهل أما النظر بشهوة فحرام قطعا هذا يعني شاول كذن بشهوة وحرام لكل منظور إليه حتى من محرم وغيره حتى لمحرمه كما لخشك خوشي بشهوة الحرام هذا غير زوجته وأمته بيش قال الزوجة وشنا كينا بيش أمتا كينا بيش شن بشهوة وثان شان لك وانيا دعوة فانيا ومحرمه خلا ما بين سرة وركبة يعني وله بلا شهوة نظر محرمه أو حتى لا تنسي ذاك حيث دي يعني في آبك قول أبوي هيا كوات شاولة محرمي خويبك وانيا شاولة محرمي خويبك مثلا شاولة خشكي خويبك شاولة دايكي خويبك وانيا رشا دايكي خويبك شاولة همولة شيبكات حيث وطب بشهوة وهدو بشان عفيفا أو شرائطا هيا شاول همولة شبكة خلا ما بين سرة وركبة حاضي بي بيز قال ما بين ناوك وأجنون بي حاضي من كلمة مساء أما يجين بيز قال ما بين سرة وركبة سرة خدي سرزنقو خدي كناك ناوك أو أنا قيناك وين جيرم؟ وأنا حرامي. إيه. بس إذا هم بيا نخستو حالته
أما صرة ورقته فلا يحرمان عند شيخنا. شيخنا هذا يعني خذي سرزنقوله خذي ناقة حرام نية زاني إذا بياو نية إذا تقول مثلا بياوي سرزنقولي عورت نية تواني سرزنقولي شو هذا بنشبه زاني أبنى إلا نجد أبنى عورت دابو شيء عورتي بياو ناقة إلا في سرزنقول فاني تو سرزنقولي شو ودارو بياكو ناقة ودارو بيحدو أي نشكي إذا كنت أطلني خودي ناوكا و خودي سرزنگو بای عورت نکون ما بینکا بای عورتا کرد زنی ما بینکا عورتا ابی انسان دای پوشه انسان نتوان شاوی لیب کار حالو بشونه؟ ها؟ زنی واسه بلا ما فهمی وفی کلام ابن حجر ما يفيد حرمة نظرهما أها بلا لكلام ابن حزر ما اشتيك هي كوا حرمتي أنا جايني يعني كا ها اشتيك هي يعني اشتيك وايتي يا كلام ابن حزر لا بيجي تحفة لا شو انت لا حايدة لا فطاوتها اشتيك هنا وعبارتك هنا يعني خطر مديك هي كا حرمتي سلزم خذي ناقك يا جايني حايدة ظاهر معتمد بس أنا كأنا بل هنك يا حايدة أو هنك معتبر تحاولون شو هنا بس الدليل بس الدليل بشيء أصلا تعالى محارم يخلقك واني بس قال ما بيني سر ربه واني يا مثلا بيجن عبد أتواني تواشا جيبك سيدتي خلقك بالدليل أم آية قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعو دي لبعولتهن واني أو آية تزول أو آبائهن مثلا نسائهن حديثة أبي التابعين غير أولي الإربة آية كم حفظني حديثة بم دليلة خالد ولا أفهمي جنكان ناب زينة خويا درخل ها جنا بزينة خويا درخا إلا لبعولتهن إلا لبشوكي نبي إلا لبباوكي نبي إلا نازل لبباوكي شوكي خزولي نبي حديثة آمانة إلا لبو نساء مؤمنات نبي جن بوجن أتواني نساء مؤمنات حيث بوجن إيمان داركان أتواني زينة خوي درخة حيث بو أمانة أتواني يا بو كساني كوا أهلي جماع وأواناني نساء بيريكي كوتو بيريكي فكوتو أواني حيث أفتان يا كسي كوا ممسوح به كل آتك وسه إجا والزينة مفسرة بما عدا ذلك عظيم ما مساجين زينة تفسير كلاوته بتجيب مع عداي السرة وركبة حضرتك زينة تفسير كلاوته بشي بما عداي السرة وركبة يعني بكل بدني إلا سرة وركبة نبي أو شوين حضرتك جن أتواني تواي ما مساجين لشي بدني خوي دات خات بو مثلا بيجن براي خوي بو باوكي خوي بو خزوي بو أمانة محارم حضرتك إلا كوي نبي إلا أو شوينا نبي أو ما بيننا نبي حالته ماشي فالسرة زينة تفسير كلاوته بشي معناه لدلاوته بشي بما عداي أو شوينا وانيا يعني بكل بان يعني مثلا كل بان درخة إلا أو شوينا نبي حالته بان دجلة إيه أو عفل لزينة وانا فاقدا منو لان زمانا أول وزور حكمك قرانا حالته ماشي خوف يا حالي وش من ما مسجيان كعكسه حالي بي أي ما ذكر في هذه والتي قبلها فيحرم على المرأة الكبيرة ولو مراهقة نظر شيء من نحو فحل أجنبي كبير ولو عبدا حالي بي كعكسه يعني كعكس حكم كواتي فري حاضر يبي أخو فرموي عبد بوي هيا تواشاي شاو للسيدة خوي كا وانيا كعكسه وانيا ألا والله كعكسي ينجي كعكس يعني كعكس ما ذكر في هذه والتي قبلها
يعني كعكس أم سورته وأو سورته إيش قال بلعت يا فري فاني يعني هل شو إني إسلام فرموي عبد بوي هي شاول سيدتي خلكا فاني بكواب وسيدتي جبوي هي كواب شاول عبدي خلكا فاني والتي قبلها يعني لسورة يعني عكس سورة ما قبل وكيش كيش وكيش لبلا وكي مثلا إيش فحلك أتواني شاو فحل ناتواني واني ها فحل ناتواني دي شاو لجنيكي جوربك واني كواب جنيكي جوريج ناتواني شاو ل فحلك بقى واني عكس يعني أويت عظيم شو نامزه كواب حرام اللي سر آفرتي كي جورا ما مراهقي جوي آفرتك وانيا آفرتك كواب مثلا بيجين كيجي كيشبولي وتازا ولا حد بيجين نزيك أي حد بلوغة وانيا يعني قدرتي هي اللي سر حكايتي عوراتو اطلاعها بس عوراتها وانيا أتوانا شد باسكا ما مراهقي جوي ناتواني حرام تشاولا دي فياوكي جورا بكات وانيا لفحل يعني نحوي فحل هذا بي هيدا نحو عبارة لشخصي خاصي وشخصي مجبوب أو شتانه ولا عبدا با أو في أول جولة يعيش داي بعبد بي هذا هرجن بوينية با مراهق جوي حقيني شاو لو عبد بقى هذا إيه هرجن في أول كف حلا كنا يتواني وانية أبي جنات واني هذا شو كي ما درجاي نظرة كمان بكلية داخل وانية أو كمان صبنا للبه هو من داخل أو مصلحتي خلطه هذا عندي شريعة واتيها ثانية قال تعالى وقل للمؤمنات وشد للإيجي حرام لسر آفاته قولك وا شاول لشي أندامي بيابه قولك وقل للمؤمنات يغضض من أبصارهن هذا بيجا إيمان داركان بيجا بجنا إيمان داركان وانيا بيجا بوجنا إيمان دارانك شاوي خويا راقلن شاوي خويان بقنو لشي لتواشاي بياي بيقانه اها شاوي خويان دابقو جينن لتواشاي بياي بيقانه بس ديار آفرتي جوله وانيا ما مراهقه جوه بوينيا شاولا بياي بيقانه باح عبدي كشوي حاولو شوانسا بلان ولها بلا شهوة ان تنظر من عبدها وانيا ولها يعني جنيكي سيدة بوي هيا كوابا بشهوته شاولا عبدي خلقه هل شون عبدك إتواني شاول سيدتي خلقها بشهوة إتواني وهما عفيفاني أو شتشه لقنا ملاحظات إتواني وشت اللي عفيفين ومن محرمها خلا ما بين سرة وركبة وانيا يعني جن إتواني شاول محرمي خلقها هل شون محرماني لك إتواني شاول محرمي خلقها خشكي خوي خشكي إتواني شاول محرمي خلقها وانيا براي خلقها خلا ما بين السرة والركبة بيز قال ما بين السرة والركبة نبي وانيا لما عرفه بشي أزاني بدليل كوا بس ما كروانية دليلك هم آية تكتبه كانت على سنجي بيا كهلا جوق لي بيا كه ببش هوا ببش هوا أتوين تواشك كه زني ببش هوا أتوين تواشك كه شيء بيجان شيء بيجان هذي هذي هنا تواني هو فهمي رافتي أفهم وإن أبين من شعر أو ظفر وانية ها إجي بالا باشتك إجي أكلا بتدروز نية حكو لنا ذلك دا أخراو حاويتا هل شون في أبو إنية تواشا لشي آفتك آفت يجبو إنية تواشا لشي في أبوك ها إيشي ده هاس بحشي أكا وانية فإذا علم الفحل
فإذا علم الفحل أن هذه المرأة تنظر إليه حرم عليه تمكينها من ذلك. بزاني آفت خيك شاولي أو كان أبي خوي وأني شويني بوتر خان كاتو مجالي بها. فيجب عليه أن يحجب ما تنظر إليه عنها وأني أو شوينك أو شاولي أكال لداخل شيء وأني وأنات وأني وقولي نحو وأني ما مصيان إذا عبارتك أم تنشتكي واتي أكل من هذا كان هاتو زاني أما كفرموي نحو نحو فحلين هذا لولا هو حرم نظر نحو فحل وأني وقولي أما كوتم نحو وبلا شهوة وله بلا شهوة أمدو مع التقييد بالعفة لقلوا أو نظرا مقيدة لبع عفة وأني بشرة عفة والذكر حكم نظر سيده وأني والسيدة والذكر حكم نظر سيدة العبد له وأني أما كحكم شاولك النجنة سيدة كشم هنا أبو عبدك وتك عكسه كعكسه وغيره وتي عبد أتواني شاولة شبكة سيدة خلقك كعكسه هشون سيدة أتواني شاولة شبكة عبد خلقك يعني يا مثلا شيتر فحلنات وعين تواشها جنتك وأني هشون جنات وعين تواشها فحلك عكس كان أودو سورة فائدة وأني في هذه والتي قبلها إيش تاني واس وأني أو تواشت ما مصنع من زيادتي هم نحوك هم بلا شهوتك هم شرتك كواعفته هم هناني أو حكمه كعكسك وهم كان زيادي خمه عادي وشنا ما مصنعين دائما مسكيا وما ذكرته من تحريم نظر الفحل الى وجه المرأة وكفيها وعكسه عند امن الفتنة هو ما صححه الاصل حيث او اي كما من ذكر لحرامون شيء ما ذكرته او اي كمن هنا او حكمي او بابا تبريع على شرعية كمن ذكر مكر لحرامون او كفحلك تولى تسود مجاوي آفرتك أو عكسك وانيا يعني آفرتك تواشي لشبشابك أو حقوك من هنا عند أمن الفتنة حيث يعني هل حرام با إنسان أميني بلا فتنة أو كمن هنا أو حكمة وانيا كوتم حرام أمك آفرتك شاولة فحلك وانيا يعني فحلك شاولة شبكة شاولة شبكة لا ما عليكم وانيا عند أمن الفتنة هل كان إنسان أمين يجول فتنة وانيا هل نظرك ما مستقع نظرك هل حرامة با إنسان أمين يجول فتنة وانيا وهو ما صححه الأصل حبيبي يعني أوي كوامن بيان مكر اشتاك كوامين هاد بصحيح ذاني أوي كمن هينام أو بابته دي أو اشتاك كوام من هذا بصحيح ذاني وأصل يعني من هذا وأني من هذا بصحيح ذاني هو عبارة حاضر شو نه هذا حاضر شو نه أول ما مستوى غايته عند أمن الفتنة دي إنسان يعني مثلا يسني إذا صح الناس وأنا تشاولة عفرتي كيف يعني بقى عند أمن الفتنة يعني حتى بقى إنسان أمين يجوا لفتنة أخونا كلامي دخل من أمين لفتنة بلا وانيا جناك با امين يجبي لفتنة حنات وان شاء الله فريد بيقانا وانيا اول شيء كوا من هذا بصحيح لا ناوى هذا يبي والذي في الروضة بلا اوي كوا للروضة هاتوا وانيا تهيني مامي رافعية كأصلها وكو أصل روا وانيا وكو متنقي عن أكثر الأصحاب وانيا اوي كوا للروضة هاتوا وكو أصل روضة بنقل لأكثر أصحابه وانيا شون أوي كوالا روضا هاتوا بنقل لأكثر أصحابه يعني شافعيه وانيا حله الذي يتم مبتدا حله ويتخبر جاي يعني الذي في الروضة حله أوي كلا روضا هاتوا حله حل النظر إليه هذا هذا يبي يعني بتي أنا عند أمن الفتنة إنسان أتواني شاولة لشي أفرتي كي بيجانبك يعني أبدا تبدا مشاوية وانيا وهنيك نبي شيء جنك أتوانة شاول لشي فيها كفحلك
إلا عورتي نبيس يعني توين تواشا مثلا خاشي بكا تواشا سنجي بكا ما نبتا حيث عورت ناتواني هاني مشتك أبيت عورت ما عدا كلا نبيس حبيبي أخي حبيبي شونا بلا هو ما صححه الأسلوب معتمد المامسة هلا قال فلمي أو يكلمين هذا هاتوا با إنسان أمين يولى فتنة أما كل هذا كمان داخل أو معتمدة وما في الروضة في كأسلها ضعيف فاني هو ضعيف ما هو صار والله ظاهرا مو تقليد أشياء كان هو تقليد كا هيدا شيء كان هاتو شوي فاني إذا تقول أنا عفتك يويني أمين يجي لفتنة فاني إذا أمين يجي لفتنة إذا أنت في فتنة جناية المستبين أو جمع وانو هيدا لازم ناخذ تقليد أو فتوى بكبع شيء ظاهرا بو فتوى يعني بو تقليد أشياء ذلك بو شون شو قولك أنت ضعيف نية شديد هو ها أيضا أقول زمان زمان الشد قولك بو تقليد ناشي ضعفك لا شديد به أما ضعفك لا شديد نية بلا يجي لأكثر أصحابه نقل كلام فيه أيضا اشتكى لأكثر أصحابه نقل كلام فيه يعني ضعفك شديد نية كضعفك شديد نبو إنسان تنقل تقليد به يعني إيش تشاور كيف عرفتي مثلا يجي يعني أشتكى بعضها شويني كان وين وحشاوة كيف عرفت شيء عادي ماشي ممكن نقول لابانا يخد خدمة مش تشتغل بك الله أعلم دي بقى مصاكية وحل بلا شهوة نظر لصغيرة لا تشتهى خلا فرج ما راح أضيبني أنا وحل بلا شهوة نظر لصغيرة لا تشتهى خلا فرج هذا بي حلال ببي شهوة شاوب كيلة بغني كيجي كي من دالي شكولة هاني ببي شهوة تبعين شاوب كيلة شي كتولة يكي من على من على كيجي نيكي بشو هاني فلا تشتحى اشتاي انسان اشتاي بوناك يعني شهوة انسان ناجوغيني صغيرة كوا شهوة انسان ناجوغيني يلا عاني كان احد كان كوا انسان تماحي تكا هاني خلا فرج بيش قال فرج نبي وانيا بو لانها ليس في مظنة شهوة چونكي صغيرة عفرتي بچور او كي جشكولا دي محل اولية كواسو تماحي تيبكي وانيا ان مظنة شهوة ني يعني الشهوة اللي بيها نعي وغني كماني شهوة تيا نابرت هو كفمن لا تشتهى أفمن أي عند أهل الطباع السليمة هيدا أما كي يجي إنسان شهوتي لنا وين بلا تبع سال مكان وين ولا يبي وين تبع سال ما وين أي والله أفمن فإن لم تشتهى إلى محاجك فإن لم تشتهى لهم لتشوه بها فإن لم تشتهى لهم لتشوه بها قدر فيما يظهر زوال تشوهها حبيبي أقول لك كما مصا اشتهى نكرا يعني إنسان أعرضي ولا نشو يعني بوشي لتشوه بها لبا عبك حاتيا يا أم كي جبوش ولا إنسان اشتهى ولا ناشي بو لبا عبك حاتيا يا مثلا سلطاوة ما تزال مثلا بيجين أواشتكي حاتي وإنسان قيجي ليكا حيث او قدر فيما يظهر زوال تشوهها ظاهرا فرز لا شون عيبكيتيا اكره يعني فرز اكي اجل امكس ام عيبين ابوايا عيبكم محل اشتهاب يا محل اشتهاب فان كان المشتهاتا وانيا اجل اشتهاك لا بفرز لا شون عيبكي وانيا او حينئذ حرم نظرها والا فلا وانيا هذي شنا أي في رجل وانيا لقو في رجل اللي يسكت في رجل كي نواصل له كوشا أبيني وانيا لو كده دعوانا أبيني لقو ناشرين أو بيبين دمو انشاء وماني الرجب هو وانيا وانيا لقو حتى حرامي نتواشنا في رجل وانيا خب جو فارقت العجوزة يعني صغيرة جاء عبتو لتي لفي رجل فعجوزة وانيا بوشي بسبق اشتهائها وانيا
مثل فيرجن يا مامزة فيرجن فيرجن تا تا اشتها بكري يعني إذا أرزق ولا كتير يعني تا اشتها بكري تا اشتها نكري فيرجن هل حرام يسنت ما شايفك فيرجن هذا يبي هل حرام يسنت ما شايفك شون أفهمي جاء رجل فيرجن بسرق اشتهائها هذا يبي شون فيرجن اشتهاكي نمع وصوتاوه هذا اشتهاكي هذا أما كان إنسان حزين لك أو حسكنك روشتوه حيث روشتوه ولو تقديرا يعني بابا فرضيش تو تقديري بوكي أقول لو أنا ما مصر أم في رجنة نية لازمان جوانيش هل ناشين بوكيت بل أنتو هل فرضي اشتهاي بوكي إيه باوكو مثلا بيجين بابا فرضي اشتها بابا فرضي أوك لازمان جوانيش آفرتك بوكي وإنسان حزين لشوه حيث شون اشتهاكينا معوه حيث شون اشتهاكي نماوه جاوزو العفات صغيرة عافلين فستصحي به حالتا يعني هر بردوام هر بردوام اشتهاكي لقوا امينتو ايسا نية ايسا خو اشتهالي ناكري بلان زمانك بو كوا اشتهالي كراوه او اشتهالي چونة ايسا هر بردوام لقوا امينتو كأنه ايسا هر اشتهالي اكري بل بسبق اشتهائها اشتهاكي دميكا چوه بلا هر مستصحب لقال يا هر بردام لقال يا او اشتهاء امني دو كل لقال يا ما هو يعني ما ياتيكش حكم زمني ماضي هي يعني بلا صغيره واني هذه بي صغيره واني صغيره ك انسان اشتهاء لي نشو حرام يا انسان تشاوي لك ك اشتهاء لي شو محل ارزو بو حرام يا انسان تشاوي لك ام في رجن واني في لازم شيء اشتهاء لي بكي عائشة شيء اشتهاء لنا كحرام طبعا شكا هو شيء شون زمانك بقى محل اشتهاء وفاز كباب وأم اشتهاء هل لقى إيش شر ما هو هذا أبو يجي جاوز ولا يوم في لازم صار كده أكو جاز جاوز هذا بين أما أما وقت ما بيز قال فرج وأني كيجي كيش ولا حقني تعال فرج كيف كي خب أما الفرج فيحرم نظره حرام إنسان شاولة دي فرجي صغيرتك عضيبي حتى بابي شهوتي شا بابي شهوتي شو حال حق نية شاولة شبكي فرجي أفرتكي كي جي بشبوليكي صغير عضيبي فرج عبارة الاشمامس أما الفرج لم قراء فمي أي القبل أو الدبر وانيا فرج عبارة لبردوى إنسان عضيبي فرج عبادة التي غير الله فرجه والظاهر أنه لا يختص بالقبول بالناقض هذا يبي ظاهر واية كمنزل لفاش فقد أو قسمة نية ك فقد أو شوينة نية لفاش وبدأني إنسان كوا ناقض بود أزنيش فاش هذا كمنزل فاش فقد أو شوينة نية لفاش وإنسان كوا دازوجي في اشكي حتى دارو بلكاج مقدار جدا بلكاج هل بفرج اكري وافتني حيث بل حتى ما يربط عليه الشعر غالبا حتى دارو بلكاج شهر حرام انسان شاوي لبكا شوين اكرا مو ارويتيا يا وانيا هو فرج هو حاضر بشنا لا يقتص بالقبول بالناقضي حاضر بي يعني فرج فقط او شوين ان يلف شوي انسان كوا اقا انسان دسي تيك اوت دازوجي اشكي وانيا قسمتك الى دارو بلكا هبا فرجك بي شوين اكرا موت يا ارويت اي هبا فرجك بي احتياطا حاضر بي فالثواب فرج حرام انسان شاوي لبكا وقطع القاضي بحله عملا بالعرف حاضر بي بلام جزمي دانا وقاضي حسين بحلال بوني اوكا انسان شاولا فرج بكا بو عملا بالعرف حاضر عملا يعني او افرمي بنا بوكا انسان عمل بعرفك حيث عملا بالعرف يعني بنا بوكا عمل بشي بكريت بعرف ايشي عمل بعرف وعلى الاولي استثنى ابن القطان الامة زمن الرضاع والتربية للضرورة حظيم ام صيان هذا حظيم شونا خب هل شونيكي حالينا من بجن ما تكايب كينو حيث خم 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 كم يواجه خم عبدالله حالته يعني بتأخذ تيجي مثلاً إذا أجرت بشوي كش حالي ناون البجنة ما تكاي كنا أو أنا تجنب سريع هذه باشين
دي وعلى الأولين وثمان أما الفرج فيحرم نظره وقول راجح بنابه وقول الأول كقول راجح وأني على الأول كقول راجح وثمان حرام إنسان شاول الفرج بكا استثنى ابن القطان ابن القطان استثناء كدوته دايك دايك جاك دوته زمن الرضاع لكاتي الشيدان لكاتي تربية ابن الله فما دايك أتوان لكاتي الشيدان تربية ابن الله شاول الفرج بنا الله خبكا بنابه هو عايزا بنابه حرمتك تفضل ولتي علي بي زلم فلات واستثنى ابن القطان الأمة أي ونحوها هم دايك هم ونحوها نحو دايك نجه دايك جاويت نحو دايك إيش هايته كسر كأوك دايك وياه كمرضعين لها دايان من على كه لأن دايك خوينا ما بيجي كان جيت دا شيء في الدوانية مرضع كه أيش هذا تاني شيء اللي بكاه ومربين لها وياه كسر كأنه على تبخي وكان أما فرج الصغير فرج كريكي بشوك وانيه حكم ناظيمه فيحل النظر إليه ما لم يميز هذا يبي أو حلال الإنسان شايف اللي بكم ما دام تميزي كذا نكرت به كما صححه المتولي وبشن أم حكمه بصحيح ذاني متولي وجزم به جزم فين ياغا غيره وانيه غير متولي جزم ينفي كردوه وجزم به غيره هذا يبي ونقله الصبكي عن أصحابي أم حكمه هنا وتنقل كذول لا أصحابه إمام الصبكي هذا يبي كفرج صغير مشكلة يكيني يسأل تنشاوي لك بلا أم لمك ولا ما مساء أفرمين قالوا أما فرج صغير أفرمين والمعتمد أن فرج الصغير كفرج الصغيرة فرج صغير وفرج صغيرة في حرمة نظر إليه لو في الحرام يسأل تنشاوي لك لغير المرلعة ونحوها إلا لبو مرلعة نبيتو نحي مرلعة نبيتو مرلعة نبيتو ايش حال فرج الصغير هو فرج صغير فقينا معتمد واحد حبيبي ونظر ممسوحين حبيبي ونظر ممسوحين ممسوح يعني كي وهو ظاهر الذكر والأنثيين بحيث لم يبق له شهوة لأجنبية وعكسه حبيبي و نظر رجل لرجل ونظر امرأة لامرأة كنظر لمحرم هذا بتعبسه خب هذا انتظار موسى ده بذلك ونظر ممسوح لأجنبية أو كفيارك ممسوح وانيا شاول آفتك بجانبك ها كفيارك هي ممسوح ممسوح يعني كسكوا ذاهب الذكي والأنثيين ذكي نما وتو بذكاني شي نما وتو وانيا حكوا لن دار ماو كلاوة حالتا صافي صافي حيث يجيني حكوا نايك يا بوغي مثل كلمة حالتا هلو وضعي بحيث لم يبقى له شهوة حيث شهوتك كان نما وتو شخصي ممسوح وانيا أو شخصك أو تزوجين أنا ما أتو تشكيلاتي حيث أمشي وكوا حش وقتك شيء أنا ما أتو شاولكني بياوكي ممسوح وآفرتك بيجانا وسشي أفهمك نظري محرمين ها وس تواشاتني محرم هذا بي وس تواشاتني محرم محرم مو محرم إيش هي مشكلة كني وعكسه وعكس كيشي أما كأفرتك بيجانا شاوله كيف ممسوح كا أيش الوان ثاني وسأم أفرت شاوي لما حمي خيك البيت تواشيت لا يخيك برا يخيك البيت وعكس أي ونظر أجنبية لممسوحين أما كجني كي بيجانا شاوي لما ممسوح كا وسأ شاوي لكني محرم وسأم أفرت شاوي لما حمي خيك البيت وأني ونظر رجل لرجل أما كبيائك شاوي لبيائك تركا ونظر امرأة لامرأة أما كأفرت شاوي لأفرتك تركا لبين خلانا كنظر لمحرم هل شو سورتك هذه يبين وستشعر لك مئة محرم وستشعر لك مئة محرم وانيا كواب فيحل بلا شهوة ما عدا ما بين صرة وركبة لما عرفه كواب حلال إنسان ببي شهوته وانيا ببي شهوته ما عدا ما بين صرة وركبة تواشابك وانيا كل بان تواشابك إلا ما بين صرة وركبة نبي وانيا أنا آفتك أتواني شابك لا بغني آفتك إلا ما بين صورك ونبي
يام في أبو في هروة فاني زقال ما بين تزنقول ناو كنبي فبي شهوة إنسان أجوانها فبي شهوة حالي بيشونا هذا الخلاف من لأجنبية وعكسه بشرط عبالته ما مسجيا هذا أما كان ممسوحك شاولا أما جائزة والرواية ممسوحك شاولا آفتك بجانبك يعني آفتك بجانب شاولا ممسوحك بشرط عداوتك يعني في أوان عفيف بالمدينة هذا بشرط عداوات يعني أما يك وشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلا أم في أوان ممسوحا نادو أصلا تمايلك بجنان ببيت يعني أي شيء وشرط إسلامه فيما لو كانت مسلمة أجر هاتو آخرتك مسلمان بيت وأني أم ممسوح شيء مسلمان بيت أو كاتب روايات كشاولة وآخرتك مسلمان بك وأني ما في شرائطه أما أما حاضر بشنا مستا لما عرفه حاضر بي فايتك آيت فايتك آيت ذلك بي أما كثم ولا يبين زينتهن وما نه وأني ماشي جل وعلا حر إدامة أو حاشك يتم قوله لما عرفه فلمي وحكم تأملها وحكم الممسوح ثبت بقوله تعالى أبي الطابعين غير أولي الإربة حكم ممسوح أما كيجي الممسوح بوي هيك شاول آفتك بجانبك ها ممسوح بوي هيك شاول آفتك بجانبك حكمته ثابتة هي وشبام آيات أبي الطابعين غير أولي الإربة وأني كثاني كوا تماويل عن بجماع أمستان النية أي الحادث إلى النساء وأني يعني أفهمي أحو أتأثك قرتاوة قشتيني يعني جن أتواني زينتي خوي درخا بوكي بو كساني كوا حيش تماويل عن بنسائني جن أتواني لشي خوي درخا بو بياويك كوا حيش تماويل كي بجنان ونية يعني شخصي ممسوح حيث فاز حكمي ممسوح بم آيات ثابت أبي وأني تابعين عبارة لك وهم الشيوخ الأهمام والممسوحون كما في البيضاوي تابعين يعني كسانك وتماويا بجماع وبآفرة أوانانية شيوخ الأهمام يعني بياوة بيركان بياوة بيركوت وكان فكوت وكان بياوكي بيري فكوتوي كوتو لما رحيك تماويا بجنية أول جنة أتواعين لشيخ دخبوا بياوة بيركوت ولما رح حيثا يعني قال بدأ بيته بره حجابي شنبي حيثا زين أو بياوة أتواعين تبع شركة حيثا ايشي معناتك واقف الميت يا ممسوح تمام يا حد مني يا وانا ما قلت ابي ما بي ممسوح بيتو شيوخ الاهمال في لي كي بصالة شوي في لي كي بكوتو ها هي بالا جي اكوت كوز داري الله يتا امرو بيانيتي هاي ذا وانا حيش حواسك يا نماكي هاي ذا ايشي فلام أفهمي وجواز نظر الشيوخ الأجنبية ليس مذهبنا جماعتك حيث جماعتك وجواز ما كجائز بياو بيرا بصالات وكان تواجه أفرتاني بيغانب كان أما كشيوخ بيان هي تواجه أفرتاني بيغانب كان ليس مذهبنا مذهبي مني حيث ديما مصيحين وحرم نظر كافرة لمسلمة لقول تعالى أو نسائهن حرام جنك كافر شاول أفتك مسلمانك حالك بو لقول تعالى شونك إذا ما أعتك أخوي قولا أو نسائهن يعني جن أتواني بوي هيا بلاني خوي لشي خوي زينتي خوي درخا بوك نسائهن بو نساء مؤمنات جنك مسلمان أتواني لشي خوي درخا بو جنك مسلمان نقبو جنك كافر بس كواب كافر ناتواني جنك كافر شاولا بلاني آفرت مسلمانيك حالك هذا هو بقينا آياتك نسائنا نساء المؤمنات ذي والكافرة ليست من نساء المؤمنات آفرتك كافر ذي لجنان لنساء المؤمنات نية حالي أبي وحرم لم قال حاشكة وحرم نظر كافرة وإذا كان حراما وإذا كان حراما على الكافرة يعني وقت أم نظر حرامه حيث وإذا كان حراما على الكافرة حرم على المسلمة
حالته تمكين وهامينه حالته وقت حرام لسر آفرته كافر كوا شاولا بذيني آفرتك مسلمان كا حرام لسر آفرتك مسلمان اشتوا تمكينها منه خوي بخات برشاي او آفرت كافر يعني خوي مثلا مجال في بلا توشيني بوترخانكا لأنها أم آفرت مسلمانة تعينها على محرم يارمتي أو آفرت كافر دا ولسر كاريك حرام خوي بخات برشاي او بيبيني وسيارمتي او آفرت كافر دا ولسر كاريك حرام فعلك حرام وانيا فعل حرام كذا نشيه شنو شاي قلت بأني عفت مسلمانة أو عفت شنو قلت بعد كيكا هاي كرهنتو وانيا بس فيلزمها الاحتجاب عنها لازم اللتر أو عفت مسلمانة خوي داقوش إلا شاي بيجنا كافر كذا وانيا ليشي ليما مصاقيا أما ياك ولأنها ربما تحكيها للكافرين وانا شايف كذا وانيا بيجرنت أبو كبراء في كافر بيجي أبو آفر المسلمان دو دي أول شيء أبو بدني فلان شو يني أبو حاليا بي ذي فلا تدخل الحمام معها حاليا يعني نبي آفرتك المسلمان بروا في الحمام لقوا آفرتك كافرة يعني أصلا حمام عمومي بوايته ليش تبيكم هنا إيشي حاليا بيجونا نعم لكن أمنها يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنتي مهنتي مهنتي هسيكي على الأشبه في الروضة كأصلها حاضي أبي بلام جائزا أن ترى منها إن كافرك حاضي أبي جائزا جن كافرك لبغني جن مسلمانك أو قسمت ما يعني أو شوينة أو قسمة ببين الكوال لوقت كاكردن دا دركوي ها قسمتك وشوينة لباني آفات المسلمان هي كوال لوقت كارا إيشينا ومعليا لدربلا ها كوال دركوي قولوا بعض أماني حالتا أسواني أو أنبيني حالي بين لوقت كارا أن ترى منها ما يتويت مفعول ترى حالي بي لباني آفات المسلمان هي أو شوينة ببين الكوال لوقت كارا دركوي حالي بي أما على الأشبه في الروضة أصلها بناء بقولك وزياتر شبيهة بحقه عايزة الرواي كلا رواها تو وكو أصل الروضة عايزة بناء بقولك وزياتر تو وكو أصل الروضة إذا لم خلاء فمي يجوز لها أما معتمد المغزى قولي معتمد عايزة والمهنة بتصريف الميم الخدمة مهنة عبارة لخدمة كارينا ومعوي عايزة يشو كارينا ومعوي إذا وما يبدو عندها أويك وذلك بلكاري لوقت مهنتها حالي بي أو شوينيك وذلك بي عبارة لشي هو الرأس والعنق واليدان إلى العضدين والرجلان إلى الركبتين سلو قردنو يدفت كانتا قول كانت دفيا كانتا قاكول كاني حالي ما وصلكيان أما وثي يجوز بلام لكن الأوجه ما صرح به القاضي وغيره أنها معها كالأجنبي كما أوضحت في شرح الروضة حيث لكن الأوجه ما معتمد يا موسى قولي معتمد أبوك وثمان حيث يجوز لكن نعم يجوز استدراكك قولي معتمد حيث أبي شخص شخص أخير معتمد لكن الأوجه قولي أوجه قوليك كواقع صحي في كرد وقاضي حسين ما صرح به القاضي وغيره قولك كواقع قاضي حسين وغير قاضي حسين تشفيها في كرد وكأنها دي آفرتي كافر معها لقل آفرتي مسلمانا كالأجنبي آفرتي كافر لقل آفرتي مسلمانا يعني واسا وقت جنه كافر والد آفرتي مسلمانا واسا كافر كافر لقل واسا كافر بيغانه لقل آفرتي كافر حكم كافر بيغانه هي بو آفرتي مسلمانا أزاني بس كواب أبي خوي بقدرته لم جنه هل شون خوي اللي كافر بيغانه أقريته أبي بوا دسويلة بوا همان الشيء خوي لو عفرت كافر بقريتو عادي أبي أنا وقتون خوي دا خوش اللي بيعي بيجانا أبي خوش دا خوش لو عفرت كافر عادي أبي حتى دسودا مشابيش ما مزع حتى دسودا مشابيش ألي والله كما أولحت في شرح الروضة وقتون أمام بيان كردو ورون كردو تلا شرح الروضة عادي أبي وتعبيري بكافرة أعم من تعبيره بالذمية عادي أبي عبارتك من أبوك وتم كافر كافرات وانيا تعبيرك من بكافر نظر كافرات أو عامت لك لتعبيرك من هجب الذمية
شنو كافر هم كافر حربية قريتو أو أفاد جنايني كافر كوا حربي هم زنية كجر قريتو يعني زنية ك الواسطة أخو أيش هس إيشي خب وهذا كله في كافرة غير مملوكة للمسلمة ما مصيّن هذه بي وهذا كله في كافرة غير مملوكة للمسلمة ولا محرم لها هذه بي دبركني يعني أم حكم هم وكيف وكيف أم حكم هم وكيف مربوطة بوجن كافر وك غير مملوكة للمسلمة كوا أمتي أفرت مسلمان كنبي ملكي آفات مسلمان كنبي أما كيجين جنيكي أما كيجين آفات كافر حقيمية شاو لبراني آفات مسلمان كاكي زمان كوا ملكي آفات مسلمان كنبي يعني عبدي أمتي كويلي آفات مسلمان كنبي يعني شن أجر كويلي آفات مسلمان أو حكم كتير كسيش جاهزة هذا أم حكم مربوطة هم وكي بكيو آفات كافريكو بجنيك كافر وكوا ملكي جنا مسلمانة كنبي ومحرمي شي نبي انا اذا جنا كافر كا محرمي افرات مسلمانة كبو او وقتها كتريده يعني اگر ملكي بو امتي بو وقتها كتريده حبيب شنو ما مسا غير مملوكة للمسلمة يعني شي يعني ملكي افرات مسلمانة كنبي يعني امتي نبي حبيبي محرمي نبي اما هما فيجوز لهما النظر اليها وانيا بلام امدوانا كافريه كمان ملكي مسلمان بيتو امتايبه يعني محرمي بي فيجوز لهما بو يعني هيا كوات تواشاي بلاني ام افتا مسلمان ابتن كما علم من عمومي ما مره وقشن ام حكم زانزا ولا عمومي او عبارتانا ولا برا بحسمان كده وانيه كمجموعتي ام زانزا ولا من لبحث السيدة او لبحث السيد عبدكا بحسمان كده وانيه ايجي وأما نظر المسلمة للكافرة فمقتضى كلامهم جواز ما مسجل وأني أما جنيك مسلمان وأني نظر المسلمة للكافرة أما كافرتك مسلمان شاول آفرتك كافرك وكافرة لي وكافرة لسه وكافرة لسه لا تفشى كافرة سهوا اما که آفرتی که مسلمان بوی هیا کوا چاو که لآفرتی که کافر ونیه فمقتضا کلامی اوی کوا مقتضای کلامی اصحابه اوی کوا کلامی اصحاب تقاضای اتا جوازو جوازه که یعنی آفرتی که مسلمان اتوانه چاو که تواشای لشی اندامی آفرتی که کافر که حالی که قال الزرکشی ولان زرکشی افنی وفیه توقفون حالی اوی وفي توقف يعني أما بقى بيجي إشكال يواتي هاي تا زاني بو لأنها ليست من نسائهم شو آفاتي كافر حالي أبي أو توقفك يعني كأنه دروز مي يعني هل شو كافر ناتواني شاو قال لشي آفاتي مسلمان كشي وافر مي مسلمان كي ناتواني هاي تا مسلمان كي ناتواني بو شنك آفتي كافر للنساء المؤمنات مية شن آفتي كافر من النساء المؤمنات أبي لشيخ يعد دخل بو نساء المؤمنات بيقول كافر النساء المؤمنات مية تابت بان لشيخ يعد دخل بو آفتي مسلمان واني آفتي كافر مجي أبي النساء المؤمنات يعني جني مسلمان لشيخ يعد دخل بو آفتي مسلمان بيقول كافر آفتي نساء المؤمنات مية تابت بان لشيخ يعد دخل واني ايشي حالي بشونا بس أم توقفي جاك يعني وقت بيجي بجاهز هنا زاني ايشي خب وحرم اذا جوازك معتمد ما موسى او قولي معتمد تجاهزة مسلمان اتواني وحرم نظر امرد جميل ولا محرمية ولا ملك ولو بلا شهوة حاضي ابي دي ما موسى يعني حرام تماشى تدني امردك جوان وانيا امرضك شوان وانيا امرض ناموسا افرمي لنخوالا افرمي من لم تنبت
لحيته ولم يصل إلى أوان أنباتها غالبا، أي وكان بحيث لو كان صغيرة اشتهيت. حبيبي أمرت جنجك كوا هشتا رشيدا نهاتوا حيث رشيدا نها مو صوز نووي حيث ونجا يشت بيت زمان رشد الحاتم حيث نجا يشت بيت زمان رشد الحاتم وكا رشد كغالبا جاءت وكان بحيث لو كان صغيرة اشتهيت، يعني واضح أنك أجر آفتك كجوك كجش وليك بوايا محل اشتهاء بوايا، يعني أمراض يعني أو يعني وقت صغيرة يعني. خب إذا حرام الإنسان شاول شيكا لأمراضك جوانك حالك أمراضك جوان إذا بمشة ولا محرمية لحالك أنا كوا محرم نبي أو أمراض محرمك أو نبي حالك ولا ملك حالك عبدي شي نبي ولا ملك، يعني أم أمرادا مملوكي بشعوك النبي حالي أبي يعني عبدي بشعوك النبي شنو أقل عبدي خود بي أتوين شعبي لبكي حالي أقل محرمي خود بي أتوين شعبي لبكي حالي تا يبلا شعب براي خود بي شعب مصداق شكزاي خود بي وانيا فابو شوكي بيتو لحد هنا بي هل أمرادي جوان فزوان خير هل توين شعبي لبكي هو تبا بيش شعبتو ها حالي تا ولو بلا شهوة حالي تا باوكو ببي شهوتيش حالي أبي أم أفهم أشي أفهم أمراضي جوان أمراضي جوان أمراضي جوان باوكو ببي شهوتيش وتواشي حرح حرام نابي حالي أبي أجل الله أقول بشهوت وبطل حرامة واني أجل هذا داريكي جوشكي واني أشي هل سبب الشهوات يشاوي اللي فيها حرام ما دام أمرضك شي به جوان حبيبي أو غير جميل بشهوة بلام أقل أمرضك جوان نبو أمرضك ناشر وان يكافيك وينو بشهوة حرام تشاوي لك حبيبي بأن ينظر إليه فيلتظ به حبيبي بمجورة تواشاب كاتو لذته لبواه حبيبي شهوات يعني أول زمان حرام إنسان شاب لأمراضي كي ناشرين كاب شهوته يعني شي بشهوة يعني شاوي لي بكاتو حزيلي بوي حزيلي بوي شاوي يعني أول شاوي لي أكاد تواشي أكاد حزيلي أكا واني لذت لي أول حضير شنا إذا أم جوان بونا أم جوان بونا ناشرين بونا أخيرين بحسب تبعي ناظرك أكا سيكا وات شاوي لي أكا واني هذاك تبعاتي جوليك هذا أبو بجوان زاني أبو بجوان نازاني وانيا وقت في سير وقت في جوانه لا بتواشى بك حتى لو بشهوتيش وانيا ايش وتعبير ذلك اولى مما عبر به عبارة جيمن وانيا اولى تلتاوك او عبارتك ومن هاش تعبير لذاوته تعبير بذلك اخو اما مسافمي امرضي جميل وامرضي غير جميل تفصيل يكا طبعا لو يوانيا فمن حرم نظر امرضه بشهوتي اللمز وات بحثي أكا أجل بحثي لم تيجي أكا أفهم وحيس وحرم النظر حرم مس إيه أدواء بحثي أكا أيوة هذا شو حتى مس شديد تلتا وأقول لذة لذتها أيوة مس خطرنا تلك ها أي شيء دي هذي بشنا نظاوة جي تعبيرك من باشتريك شو هم أفرمي هم أفرمي أقل أمراضك جوانو وانيا أو باوكو ببشا وشاوي لك ها حرابة ولا أقل أمراضك جوان نبو وانيا حرام يا مقا بشاوات وشاوي لك هذي ثان ولا من هجوان أفرمي من هذا أفرمي من هذا أفرمي أمراض وأني حرام إنسان شاوي لبكا سبب شهوة وسبب غير شهوة هذا تفصيل حواطك أين تانية حبيبي ها شون ولو بلا المعتمد أنه لا يحرم إلا بشهوة أو خوف فتنة حبيبي معتمد وايك ولا يحرم سواء شاكلني أمرت حرام مية وانية
حرامية إلا بشهوة أو خوف فتنة. ثانية، يعني معتمد وايا حرامية، يعني شي حرامية، يعني فرناك تجوان بتشن ناشين بيت، ما قال أوكي إنسان بشهوة شايلك، يعني شاول جواني وناشين يكي ناكري. ثانية، وخرج المس فيحرم وهو مس بس في بيت أمان نفسي كي، وإن حل النظر. ثانية، با نظر لك انك شي حرام بيت هاني شنو قلت من اجل مثلا ناشرين بيتو بشوات شايل لك او حرام اجل ناشرين بيتو بشوات شايل لك اي او مشكله اني والله حد ما شي حرام لانه دين افحشو وانيا شنو كي تشي في بيتو لم شي او افحشت لك وانيا اي شيء خطرناك لك خطر انسان بلو فحشاوه وغير محتاج إليه، شتيك محتاج إليه جنيه، تبو شي بس في دينامسيكي، وانيه؟ لا نظر لحادث كمعاملة ببائع أو غيره وشهادة تحملا وأداء وتعليم لما يجب أو يسن. حاضري ليه بقى مسجان؟ يعني لا نظر لحادث حاضري كمعاملة أي والله يعني تواشا كرديني آفرت يعني أمرت هذوك يعني شاولي كرديني آفرتك يعني أمرتك لبر حاجته في وستي حرامية لا نظر لحاجة يعني نظرك لبر خاطر حاجت بيت أما كشاولة آفرتك لبر خاطر حاجت تحاضر ثاني شيء وكذي يعني شاولة أمرتك لبر خاطر في داريستيك وحاجتك وبيشاتك وحرامية مشكلة كيني يعني حاجت وكذي كمعاملة ببيع أو غيره حاضر يا وكم معاملة كدن ببيع واني أمن على أمر ذا اشتكي في أفروشي يعني أم آفرتا اشتكي في أفروشي يعني اشتكي لأكري معاملة كدن معاملة يعني لقضاء ببيع يعني بغير بيع بإيجار ورهن وانه معاملة ببيع بيت بكرين وفروشتن بيت يعني بغير بيع بيت غير بيع وكشي إيجار ورهن وابشتانه عايزة ايشي وشهادة تحملا وأداء عجبي وهل وهل مسألة شايتية لمسألة شايتية إشكال جنية كواتو شاول آفاتك يعني شاول أمرضك عجبت لمسألة شايتية تحملا وأداء تحملا يعني شيء تحملا يعني شايتي والجتل عجبي يعني شيء تحملا يعني بعدين تحملا يعني ده تهوي يعني أتهوي مثلا شعاتيك حملك هذا أتهوي شعاتيك حملك أتهوي شعاتيك حملك هذا يبي يعني مثلا بي بشاهد لخرجتك بيبا شاهد تحملا يعني شاهديك شاهديك هاو بقري بيبا شاهد لسر شتيك حاليته اي شي سواء اتواني سواء شايفكي حاليته مثلا قاضي ذات كاي حاليته عفرتك يعني هنا وثنك هكا ام عفرتا زنا كاره حاليته طب وكا شاهد بي لسر وكا ام عفرتا زنا كاره اتوان سواء شايفكي وكا بياني دوباني بيناتي تو حتى اقل لازم بأطوان تواشا فجي شوكي هاي ذا ايشي هو بقلت شاهدتيك وما كبيبا شاهد لسرشتك آخرتك شاهدتي عن لسر دعوة شان نفري كلاب ومتنها كأم آخرت الزينة كاره هو قاضي أطوان تواشا هكا وانيا ايشي حتى أطوان تواشا أولت شوكا نخوال أفرين اقل لازم بي هاي بي وأداء يعني شيء أداء يعني لما مسألة شهاتي دانا هم لما مسألة شهاتي وقلتنا شهاتيك حملك وشهاتيك والبقري هم لما مسألة شهاتي دانا شاء والله شهاتيك بذيت وان إخراب أو شهاتي بكي هاي ثانا وان شو نوع سوا
خلاص انا حاضر وجهنا. زين اذا المساله افاتك هاتوا شايتي انا ما مساله اذا يعني شيء افاتك هاتوا كلا قاضي شايتي انا اجي من شاهدي فلانشتر هو قاضي اتوين شاولو افاتك شنو افات هاتوا شاهديك انا يعني ام افات هاتوا اجي كاكا من فلان افاتن دي وكما سلا فلان معلوم لما لي خبر دزيوه او او افاتك هاتوا لا قاضي اعتراف بالجرم شخصك اتا وان شاهدي على خيانتي افاتك ام بيعيك فتن شاوي لكي يعني بوك بزاني يعني كي هالشهاد بدل عليك يا ها هذا يعني كسي هاتو شهادتي كي داوة فتن شاوي لكي يعني اي شيء دي حاجة ذاك وكو معاملة تدن وكو شهادتي دان وخلاص شهادتي وقلتنو اوانا لمسألة شهادتي وتعليمين هذا بي يعني لمسألة فكرتني زانستك انا زانستك صنعتك واجب ديان سنتك يعني لمسألة شيا تعليما لمسألة تركزني زانستك أنا قال لي هل زانستك صنعتك صنعتك واجب بيت يعني سنة بيت وانيا اي شيء يتم مسألة كسك هاتوا فرضا إذا قرأت القرآن ومثلا بيجن نهي روان كردن وفاتح وأمانة أم التحيات وانا وشيكي واجب وانيا بيجن أمراض هاتوا وانا عفاتي هاتوا وكاشي جزناك هذا هذا دلائي مع موسى وانيا أول زانستك واجبه يعني زانستك سنة بيت شتيك مثلا خنوته كشتيك سنة ها او شتا سنة تانية حاول يا بي لما سلي فيك تردين يشتيكي واجب يعني زانستيكي سنة بي هو انسان اتواني تشاول او افرتك تشاول او امرتك حاول يا بي ما فاقيان فينظر في المعاملة الى الوجه فقط يعني بياري قولة اتواني لمعاملة فقط تواشاي وجهك حقيقة تواشاي دسيبك فانيا مش دواش هذا الشيء مش محيط حاجة مني تبغى تواش هذا من شعبي كيف هو كبيان بين هالشيء أما أفرتها هاتو شيء كي بقرز برتو يعني مثلا شيء هني ملام وفي الشهادة إلى ما يحتاج إليه من وجه وغيره هني ملام لما سلي شاهد يا أتواني بياو هذا يبي تواش هاي شوي نقل لبراني أو أفرتها بكاد هذا لبراني أو أفرتها بكاد يعني شنو كه تواشاي شوينك لباني في عقبك هاي تا اي شيء توا احتياجي هي باو شوينه هذا يبي لما سلي شايتك من وجه وغيره لوجه يعني لا غير وجه هذا يبي ما حاضر من شنو هذا ولا وفي إرادة شراء رقيق ما عدا ما بين السرة والركبة ين ولا ملكاتي قصدي أما كم يجي مشاعرك قصدي هي مثلا عبدك وين أما تيك بكرت عبدك أمرت ها عبدك أمرت سيني هذا يعني أما تيك سيني هذا يبي لكاتي إلى ذكرينك أتواني ما عدا ما بين السرة والركبة وشكا هذا هيك بيجي لو شنو نبيتواني تبع شيخ مول الشنكة حاوي أبي كما مر في محله بقول شنو أمانتي فاريو ولا شنو خيالة حاوي أبي هيكي لبحث نظري سيدته أنا وأنا بحث كلام هذا كله إن لم يخف فتنة حاوي أبي أنا صيام دي أما هم وكي مربوطة بشي مربوطة بمكة إن لم يخف فتنة ما دام إنسان ترسي توجبوني في تنين نبي جمع وأوانه أو كاتي كوا إنسان أتواني وأن ينكبر كما عمل كذا أو أفريقيا طرح الدم شايبك هاو يبي أي شيء خوف في تنين لك نبي يعني نظرك دروسة أقل الخوف في تنين نبي هاو يبي أي شيء يعني ما مصا إن لم يخف فتنية يعني سب شاو أتواني تواشا لشي آفاته كان لمسألة شاهدية حرشا نجيني جوبي لو شاهدية
يعني جني كي جندس كي بو شايتي كي بياو اتواني تواشاي لشي افات الكال مسألة شايتيها علي ابي هل سن جني جندس كي بو شايتي كي يعني بالعكس كي جن اتواني تواشاي لشي بياوي كي بيجانب كال مسألة شايتي هل سن بياويش بيبيت بو شايتي كي مادام فتنة هل نصي مادام خوفي فتنة نبي طبعاً كخوفي فتنة بو وإلا طبعاً كخوفي فتنة بو فإن لم يتعين ذلك لم ينظر حالته اگر صرفاً خودي او شخصة تعينك رابو حالته كستر نبو حالته نك كستر نبو فإن لم يتعين ذلك اگر او كسا حالته اگر او كسا تعينك رابو يعني كستريش بتواني برشاهيتي كبلا حالي او اول لم ينظر حقيقة وشاكا شون كستر هيا شون محلك محل فتنية وأميش تعينك رابا بخصوصي حتما أبي أنبيت كستري أتواني بروا نابت وشاكا لم ينظر حالي ما غشونا وإلا أقل هر أمو أتواني هر أول شاهدي ما زراتي وخوفي فتنش هيا حالي ده ها اول نظر تواشاكا حتما أبيت بروا تواشاكا شون كي ازالي بو شون كي أما يتر مشكل إنساني كي بحلي بدا ذات جاء حالي ده اي شي بلان كهر أمو أتواني بروا شاهدي ذاو محلك اج محلي خوفي فتنة وباني حالي ده نظر بلان وضبط نفسه حالي ابي خير راب كري حالي ابي تواشاكا تخير راب كري أفهم وإلا نظر وضبط نفسه قال السبكي ومع ذلك يأثم بالشهوة هذا يبي فخاف في تنبو يأثم بالشهوة بشهوة شاول أم آفرة تبكى يعني بشهوة أم بشهوة شاول أم آفرة تبكى هذا شو المحل لك محل خوف في تنية قناه بار أبيل بشهوة هذا بلا وإن أصيب على التحمل هل كان لسر شايتك مصاب وخيري أقعتي أما فعلك أفهمي أنه فعل ذو وجهين أما فعلك ذو سرة هذا يبي للايك غنابره چونكي بشهوات شاول افتا ديام پياواتا للايك يش چونكي شاعتي اكر ازو مشكل انساني كي بحلوي او شاعتي حيده انساني كي قرب داله مصيبه مصاب يعني خيري كي قاعدي ها خيري كي ايدت اوازي افهم لكن خالفه غيره كذلك وتمام ذا كشيه ذهنت ما امام ذا كشيه مخالفه فتسب كي بيساوي فبحث الحل مطلقا او حيده او بواب وكوا امشتا ام نظرا حلالا بمطلقا سفيتنا ببيتو شما حلي يعني خوفي فيتنا النبي بمطلقا حالتا او في حلالا حالتا هو فمن لان الشهوة فات امر طبيعي لا ينفك عن النظر حالتا جنابة لتواشات الدين فلا يكلف الشاهد بإزالتها هذا تكليف جنابة حالتا ولا يؤخذ بها واخذش بها النبي فزول أو جه حمل الأول على ما هو باختياره قولي أول كفر مي كان هجنا بارك قولك سبكي حمل يكين السلوى وكوا اختيارك بشهوة شهوتك باختياري خويبه هايتا ايشي بلا وصلني على خلافه هايتا بلا أمك أو جماعة تربوتن فاتا حلالا أو قول حملك تسر خلاف خلافي اختيارك يعني شي يعني أولك هايته يعني بري خوي جرتوه أمانة كيرن حلالة يعني كابلا شبابك بيخيا خوينا يعني بري خوي جرتوه ولا هل جولعة هايته بري خوي جرتوه بيخيا خوينا ولا هل جولعة شواتي هايته لا أول تيجنا بيخيا خوينا هذا خوي جرتوه شيء حزب ويدا كان كده برنامج أفرمي جواب أو حاشو خوينا هتنفين وتعليم ما مسا قالوا وتعليم فما أي لأمر ذا مطلقة هذا وتما مسلا بو تعليم وانا قيناك تعليم أمر دروسه وانا وتما تعليم أمر دروسه مطلقة شأو أمر ذا محرمك صالح ببيت محرمك صالح كوافيرك ما مسا كي صالح يعني بتقيان وانا شاء أمر ذا بو خبرائك صالح ببيت فيرك وأني يعني خالويك صالح بيت فيك وأني شأم ردي شأم محرمي صالح بيت شأم محرمي صالحي نبي هل تعليم أمراض دروسة ولأجنبية فقد فيها الجنس يعني دروسة أما كإنسان شاول عفتك بجانبك توفي ليس عنستك بك فقد فيها الجنس هل كان جنسي عفتك دزنك
وايه؟ نعم. ولأجنبية فقد فيها الجنس. حبيبي هذا يعني تعليمي أجنبي دروسه حاسيتي كي بيجاني زمان كبار جنس كفل تعبي. جنبي حبيبي أجي يعني جندزنا كي هو تعليم. حبيبي تعليمي آخرتي بيجاني دروسه كبار جنس كفل تعبي يعني آخرتي دزنا كي آخرتي دزنا كي برات الله يمقع عن البيجين في البيت والمجد تلتحين حبيبي ترتيبه أجي وين هي دروسه جنس محرم صالح وين هي فقد فيها الجنس والمحرم الصالح أخو أمرض واني أمرض وتي مطلقة شما محرم صالح ببيتو شما محرم صالح النبي هل ترك النكاي دروس أمرض بلا جن واني جن أقل محرم صالح يبو يعني آفات يبو كأبوات الله نبي تدرسي في بيشي هايدا زمان تعليم أجنبية دروسك ما جنس فوتاري هايدا محرم صالح فوتاري أوه ولم يمكن من وراء حجاب هذا ولم يمكن من وراء حجاب نشكون جل فشتوى الديوان بسات ذلك شتيك مانيا بس في بشي ولا خلوة محرمة هذا وبم شرطة خلوتك حرامش اللي قال أنا كريت هذا ايش بقول يعني كسر اللي بيعبي بيتو ثاني شيء لقول يعني أنا أواش هذه خواتك خواتك محرمة نبي خواتك حلال هذه بشنا أو كما مسألة فلا فرموي من وجه وغيره هذه بوي هذا سوتشي وفي الشهادة من الوجه وفي الشهادة إلى ما يحتاج إليه من وجه وغيره وأن فطبعا لباسي شهاديات وانت عشان شوين لباني وفتب كليل لوجه لغير وجه وانيا أفهمك الفرج للشهادة بزينة بزينة عالتا يعني اتوعين يعني انت عشان فرج دروسة عشان فرج هو شهادة بزينة عالتا ها ها وشاتي بالزنا هو وقت بيته ايه شاطي ولا ايه شيء وشاتي بالزنا تاتان انت عشان فرجك بكي واني بوك بدواتر بتوان شاتي كان نسبه ايش او ولادة يا شاتي بولادة من علي واني جنك كوام مثلا من علي ايه واني لو اختار كان امنع ولا فرج يا اخوارو اتعين تواجه فرج بكي واني يجب لا امنع عليه اني اما فرتم بيني ما واني اي شيء من يجي من علي او نيو مثلا او عبالة كان او عبالة يعني قول ابوني زكري بياري عبالة هاي تان عبالة يعني قول ابوني زكري بياري يعني مثلا اي ثانية جنك حيو تمكين ناك ابو بياري اخوي اجن نارو ملاي اجن بوشي نارو تلاي اجن مثلا زكري قولي هايته اولنيه اول جنان اتوان برون شاولا زكريا او بياو كم لان ام جنان راسك هذا الوقت هايته اي شيء او التحام افلاي التحام افلاي يعني اوكا جنوبيات شنو جنوبيات يعني اوكا جني ما مسجن شويني جميزداني وشويني حيزي شويني حيزي يك يك يكترف ابو بيته مثلا لهيني بيجي لهيني جماعة حايته لهيني جماعة وتبدوش معناه كلا وتو يجن بلودوا بكو يكي بياتي حايته التحام فلاني اوه يعني اوه كهدو مخرجة كاني وكو يكي عن لهاتوه يعني محل جلياني جميزي شويني حيزي يك مخرجان في هاتوه حايته ايه يعني اوه اتوانا تواشا مثلا بيجي نفجي او افراتك كان كبزان واقعا واسيا وانية هايدا او دوشوينة وكوشوينة كان فيها هاتك اوا والثدي لارضاع يعني في اوان اتوانا تواشا مثلا ممكن جنان كان بو شدان كبيجي كاكا من ام افراتا بيجيني وكما تشيلا وتأمن عليه حبيبي ايشي والخلوة في جميع ذلك كالنظري
خلوت كذن لقل آخرتانا حاليوي في جميع ذلك لكل أو مطلبات رابعات معكر وسنزل خلوتي لقل آخرتها وسنزل لكل مطلباتها لكل أو مطلبات رابعات معكر حاليوي في جميع ذلك يعني حل بك وتي وحرم نظر نحي فحل حاليوي تاكوي تا بحشي أمر ذكا لا نظر لحاجة استثناء ناقريتو أولا تا ها تا أي يعني حل نظري فحل تا بحشي أمر ذكا أتنك بحشي شهاتي تعليم مثلا حيث أفهمي أي فيما قبل الاستثناء خلوض لجميع مطلبك أنا كواتي فري وصل نظر حالي أبي لكوي تاكوي أي فيما قبل الاستثناء من عند قوله وحرم نظر نحي فحل كبير إلى لما قبل استثناء كوا حيث أوى أرمى الله إلى جاءت متى حرم النظر حرمت حرمت الخلوة ومتى جاز جازت وأما الاستثناء واستثناء كأف من لا نظر لحاجة وهو قول لا نظر إلى فلا يرجع إليه إذ لا تجوز الخلوة إلا في تعليم الأمر للمرأة أمقص كيجن خلوته وسنزل أمقص راجع ونايت أمقص نايتو حيث يعني فلا يرجع فلا يرجع عليه هذا والله يعني هذا والله يعني استثناء ما قريته شو كي خوات جاهزني على تعليم أمراضها خوات جاهزني إلا لتعليم أمراضها يعني خوات لتعليم خلاص فكرني أخذت أدرس نية فقل أمراضها هي فالكواب استثناء ما قريته بحكمه أما كيجي خوات وسنزل أما كي خلوت وسنزر وانيا شين أقريتو استثناءك أقريتو شون استثناءك هم بحشي أمراض هم بحشي أمرته هم بحشي أمراض هم بحشي مرأته وانيا خلوت آه والله حاولت أي شيء بس فقط ما قبل استثناءك أقريتو لبيت أقرا حاولي شونه بس بيت أقرا